بسم الله الرحمن الرحيم. معكم أخوكم الدكتور محمد المصري، وأنا طبيب طوارئ على انتصابتي بفيروس كورونا أثناء تأدية واجبي الطبي. في بداية الأمر أحب أني أقدم شكري لوالدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد أخي الأمير الشاب محمد بن سلمان على كل المجهودات وكل حاجة قاعدين يقدموها في سبيل الوطن وفي سبيل المواطن والمقيم. وأحب أقدم شكري أيضا لوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة. الحمد لله أنا بخير، صحتي تمام من أفضل لأفضل، وأنا في أفضل حال ولله الحمد. أنهيت الفترة العلاجية، أنا الآن في الحجر الصحي في انتظار إجراء المسحة الثانية، وبإذن الله أنا كل يقين وكل إيمان ومتفائل جدا إنها راح تطلع النتيجة سلبية، وراح أقدر أخرج من هذا المكان وتوجه إلى مقر عملي بجانب زملائي في الصفوف الأمامية لمواجهة هذا المرض. راح نقضي عليه بإذن الله، وإنتم أيضا راح تقضوا عليه إن شاء الله بالتزامكم التعليمات، سواء الصادر من وزارة الصحة أو الصادر من وزارة الداخلية. نجلس في بيوتنا، ما نخرج لأي سبب من الأسباب. أيضا أثناء فترة رفع حظر التجول، هي ما هي فترة للتجول نهائيا، هي فترة للخروج فقط للضرورة القصوى، أما غير كده الواحد يجلس في بيته، ما يعرض نفسه، ما يعرض حياته، ما يعرض حياة أهله للخطر. وراح نقضي على هذا المرض بإذن الله في أقرب وقت ممكن. شكرا صحيفة الوئام على التواصل.